معنا من باريس رامي الخليفة العلي الباحث في شؤون أمريكا الوسطى واللاتينية. أهلا بك أستاذ رامي. طبعا روسيف لن تسكت، قالت بالأمس أنه نوع من الانقلاب ودعت أنصارها للتظاهر. برأيك ما يعني ما هي الأوراق التي ما تزال في يدها يمكن أن تساعدها على استعادة منصبها؟ أهلا بك ملاك ومساء الخير. الحقيقة هنالك ثلاثة أوراق أساسية تمتلكها السيدة روسيف، وسوف تعمل على ثلاثة جبهات باعتقادي. الجبهة الأولى هي الجبهة القضائية، سوف تدافع عن نفسها أمام مجلس الشيوخ في المساءلة التي سوف تقدم إليها، وبالتالي سوف تحاول أن تثبت بأنها بريئة مما نسب إليها، وأن هنالك مخالفة لا تستدعي إقالتها أو تعليق عملها في منصب الرئاسة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، سوف تحاول الحقيقة حشد الرأي العام البرازيلي، خصوصا كما تعلم أن حزب العمال الذي تنتمي إليه والذي سيطر على الحكم على مدى 13 عاما الماضية كان له سياسات اقتصادية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في نقل أجزاء كبيرة أو فئات واسعة من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الوسطى، وبالتالي هنالك شعور بالخطر لدى هذه الفئات، سوف تستثمر هذا الشعور، وبالتالي هذا أيضا يؤدي إلى الجبهة الثالثة وهي مقاومة النظام الجديد إذا شئت ملاك، خصوصا أن هنالك ليس فقط خلافا سياسيا مع السيد ميشيل تامر برغم من أنهم كانوا حلفاء سابقا، ولكن هنالك خلاف أيديولوجي، خلاف في الرؤية الاقتصادية، بينما تنتمي السيد روسيف إلى حزب العمال اليساري، ينتمي السيد ميشيل تامر إلى حزب يمين الوسط، وبالتالي هو وعد أصلا في خلال كلمته التي توجه بها إلى الشعب البرازيلي بانتهاج سياسات ليبرالية ركز على مسألة الثقة، والثقة هنا ليس فقط ثقة البرازيليين وإنما ثقة المجتمع الدولي وثقة المؤسسات المالية، وبالتالي هو يدخل هذه المؤسسات كجزء من العملية الاقتصادية، وأن كنت أعتقد أن الحمل ثقيل للغاية لأن الوضع الاقتصادي سيء للغاية، ولا أعتقد أن هنالك فسحة من الوقت تسمح للسيد ميشيل تامر بإحداث تغيير حقيقي وجوهري على المستوى الاقتصادي. هذا ما يعول عليه البعض، بمعنى أنهم يعتبرون أنها يعني اتيانه بالرئيس السابق للبنك المركزي الذي كان حاكم البنك المركزي لمدة 7 سنوات أيام لولا دا سيلفا الذي حقق نجاحات كبيرة، تعيينه كوزير للمالية هذا يحسب لميشيل تامر، يغازل فيه الأسواق المالية، ومن جهة أخرى أيضا لديه هو يعني يمسك بكثير من خيوط اللعبة داخل البرلمان بما أنه كان أيضا رئيس البرلمان، بالتالي حظوظه في أن يستثمر هذه الأشهر الستة من أجل أن يقفز بعدها لترشح نحو الرئاسة إذا لم تتمكن روسيف من العودة، حظوظ قوية. لا باعتقادي أن هنالك موازنة أساسية ملاك في سياسة الرئيس الجديد ميشيل تامر، إن لم يحافظ عليها فأعتقد أن النتائج سوف تكون كارثية بالمعنى السياسي على مستقبله وعلى إمكانية ترشحه إلى منصب الرئاسة. عليه أن يوازن ما بين ما حققه حزب العمال وما يحظى بشعبية لدى فئات واسعة في المجتمع البرازيلي، تلك الإنجازات الاجتماعية وسياسة العدالة الاجتماعية من جهة، وهذا ما أعلن عنه الحقيقة، وسياسة أخرى تعتمد على الانفتاح على جلب الاستثمارات مرة أخرى إلى البرازيل. ولكن المشكلة الأساسية إذا أراد بالفعل أن يتجاوز الخطأ الأساسي الذي وقعت فيه السيدة روسيف، وهي أنها بالغت في الإنفاق الحكومي خلال 4 سنوات الماضية أو ما قبل ذلك منذ أن استقبلت البرازيل كأس العالم لكرة القدم، كان هنالك مبالغة كبيرة في الإنفاق. فإذا ما قرر الحقيقة أن يتلافى هذه النقطة السلبية في السياسة الاقتصادية للسيدة روسيف، فإنه سوف يثير حنق وغضب فئات واسعة، وبالتالي لن يستطيع المحافظة على الموازنة. إذا ما استطاع أن يجد الطرق والوسائل من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية من جهة، تحقيق سياسة ليبرالية وتشجيع الاستثمار في الجزائر، دعم أرباب العمل من أجل زيادة في الاستثمارات، إذا ما استطاع تحقيق ذلك فأعتقد أن ذلك يمكن أن يرشحه لأن يستمر في السلطة سواء لنهاية المدة الرئاسية الحالية أو حتى الترشح لمدة قادمة، ولكن باعتقادي أن هذا اختيار أو هذا مهمة صعبة للغاية. طيب إذا أردنا القول أن اليوم الشارع انقسم إلى أو عاد إلى الانقسام القديم، يعني من كان مؤيدا لروسيا في مرحلة ما بقي مؤيدا لها في هذه الأزمة، ومن كانوا ضدها أيضا ربما هم الذين يبتهجون اليوم لإزاحتها عن السلطة، ولكن يجب أن لا ننسى أنها مجمد عملها اليوم، بالتالي يمكن أن تعود في أي لحظة. لنفترض أن روسيف تمكنت من العودة، هل يمكن أن تعود كالسابق؟ هل يمكن أن تحكم كالسابق؟ وما هي التحديات التي يمكن أن تواجهها هي؟
الحقيقة ما أشفت إليه ملك دقيق للغاية من أن الحقيقة الصراع ليس صراعا سياسيا وحسب، وإنما هو صراع أيديولوجي، والخطورة هنا أن هذا الصراع انتقل من الطبقة السياسية العليا في المجتمع إلى الأرضية الاجتماعية إذا شئت، وبالتالي شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية صدامات نزلت إلى الشارع ما بين الأنصار والمعارضين للسيدة روسيف. باعتقادي أن السيدة روسيف الآن تخوض صراعا وجوديا ليس بالمعنى الشخصي للكلمة، بمعنى مستقبلها السياسي، ولكن أيضا بالمعنى الحزبي للكلمة، لأن كما تعلمين حزب العمال ليس فقط هو الحزب اليساري الوحيد الذي يحكم في القارة الأمريكية اللاتينية، وإنما جاء حكمه في إطار ما سمي لدى المحللين والمراقبين بالثورة بدأت منذ منتصف التسعينات، وبالتالي سوف تحاول قدر الإمكان أن تحافظ على وجود الحزب، باعتقادي أن العمل في المرحلة القادمة سوف يتم في إطار القواعد الحزب، ثم تسعى إلى مواجهة خصومها على المستوى السياسي. شكرا جزيلا لك رامي الخليفة العلي، الباحث في شؤون أمريكا الوسطى واللاتينية من باريس.